قال رسوله: خمس ليال يستجاب فيهن الدعاء أو لا ترد فيهن دعوة. أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. أيها المؤمنون بالله، إن من خير أشهركم رجب، أكثروا الاستغفار فيه وأحسنوا استقباله إقامة منكم لميزان ما الذي يجب أن يغتنم وما أفضل ما يكتسب من الليالي والأيام. وافرحوا بطاعة الله وأكثروا منها، واحذروا أن يدخل رجب وأحد مصر على قطيعة رحم فيتعرض للعنة، ثم لا يوفق في شعبان، ثم لا يوفق في رمضان، وويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. واحذروا أن تمضي ليالي رجب وأحد مكدر خاطر أب أو أم بعد أن وصى خالق الكون بهما أن اشكر لي ولوالديك. واحذروا أن يدخل شهر رجب وقطيعة لأحد من الأرحام قائمة عند ذكر أو أنثى منا. واحذروا أن يدخل شهر رجب وقلب أحدنا منكوس يرى الفخر والشرف واغتنام الحياة في أن يتزيى بأزياء أهل الفسق، هو أو بنته أو زوجته أو أخته، ثم لا حس بوجوب التنواصي بالحق والصبر والإنقاذ من هذا الخلل القلبي الفكري العقلي الإيماني.